سميع عبد السلطان البدوي مدير معمل البحوث. استاذن سيادتك يا فندم في بدء شرح معمل فصل المعادن. كيميائي اسلام ابراهيم الحب مسؤول معمل فصل المعادن. في المعمل سيادتك بيتم اجراء الاختبارات الكيميائيه اللازمه لتحديد نسبه المعادن الثقيله ومساعده فريق التخطيط لتحديد الاماكن الغنيه بالرمال السوداء، بالاضافه لمتابعه العمليات الانتاجيه بمجمع مصانع الفصل والتركيز، وذلك لضمان مطابقه المنتجات للمواصفات القياسيه العالميه. المعمل سيادتك بيشتمل على المنخل الهزاز لازاله الاحجام الغير مرغوب فيها، الميكروسكوب لمعرفه الشكل البلوري للمعادن، ميزان الكتروني لوزن العينات، فرن لتجفيف العينات، جهاز التنظيف بالموجات الفوق صوتيه، جهاز القلاب الكهربي للتخلص من المواد العضويه والكربونات باستخدام المذيبات الكيميائيه، مجموعه الفصل الكيميائي باستخدام البروموفورم. اي امر يا فندم؟ شكرا لحضرتك يا فندم. مسؤول معمل تحليل العناصر بالاشعه السينيه. الغرض من المعمل قياس تركيز العناصر الموجودة في الخامات المعدنية المختلفة ومراقبة جودة الإنتاج. المعمل بيتكون سيادتك من جهاز طحن العينات الرملية للوصول بها إلى الحجم الحبيبي المناسب للتحليل، ميزان إلكتروني شديد الدقة لتحديد وزن العينة، فرن احتراق للتخلص من المحتوى المائي والعضوي الموجود بالعينة، جهاز صهر العينات للحصول على أقراص زجاجية متجانسة ممثلة للعينة تمهيداً لعملية التحليل، جهاز التحليل الكيميائي للعناصر بالأشعة السينية XRF. أي أوامر يا فندم؟ متشكر لحضرتك جداً، شكراً جزيلاً. مسؤول معمل البحوث والتطوير. المعمل هنا يا فندم بينقسم إلى جزئين، الجزء الأول لتحضير العينات طبقا للمواصفات المطلوبة لكل معمل، وفيه يتم تجفيف العينة باستخدام الفرن الكهربي. بعدها بنقوم بتقسيم العينة إلى عينات أصغر تحمل نفس خواص العينة الأصلية باستخدام المقسمات، تتبعها عملية الغربلة لإزالة الأحجام الغير مرغوب فيها باستخدام المنخل الهزاز. بعدها يا فندم بنقوم بإرسال العينات إلى المعامل المختلفة للبدء في إجراء الاختبارات اللازمة. الجزء الثاني من المعمل يا فندم البحوث والتطوير، وفي يتم تحديد المشاكل التي تواجه عمليات الفصل داخل المصانع وتقديم الحلول المناسبه لها لتطوير الانتاج والحصول على اعلى جوده ممكنه. بيشتمل المعمل يا فندم على 5 اجهزه مصغره مشابهه لمعدات الفصل الموجوده داخل المصانع، وهم اجهزه الفصل المغناطيسي وتتمثل في جهاز الفصل المغناطيسي بالبكره الممغنطه، جهاز الفصل المغناطيسي بالاسطوانه الممغنطه، جهاز الفصل المغناطيسي بالمغناطيس المستعز، وجهاز فصل كهربي ويتمثل فيه جهاز الفصل الكهروستاتيكي اللوحي، وجهاز الفصل بالجاذبية ويتمثل فيه جهاز الطاولة الهزازة. المعمل أيضا يا فندم مجهز بجهاز الترشيح بالضغط للتخلص من كل المياه الناتجة باستخدام جهاز الطاولة الهزازة للحصول على عينة كاملة دون فقد في المحتوى الصلب لها، وميكروسكوب ضوئي للتعرف على المعادن للتأكيد على جودة الفصل. أيوة يا فندم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك.